كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تقييمه لفيتوريا، شفنا فيتوريا في تصفيات كاس العالم، في تصفيات امم افريقيا، ماتشات الوديه، منتخب بيظهر بشكل مميز، لكن في البطوله الافريقيه حتى الان المستوى اقل شويه. ليه يا كابتن زيزو؟ انا اعتقد برضو هو خبرته في البطولات اللي هي المجمعه خاصه في افريقيا مش موجوده، فممكن يكون دي بالنسبه له اتفاجئ بيها، اول تجربه ليه كبطوله امم افريقيا بالظبط. زائد ان كان في حاجه كان لازم تتعمل من وجهه نظري يعني خاصه بالمناخ، ان كان لابد يتلعب ماتش او اتنين في الجو ده عشان يبقى فيه قبل البطوله ماتشات وديه استعداديه يعني ممكن يتعمل مثلا ماتشين برضو في حته زي كوت ديفوار نفسها مع بعض الفرق اللي هناك مثلا او حاجه، كانت هتفرق معاه كتير قوي في عمليه المناخ، التأقلم كان هيبقى اسهل كتير وافضل كتير. زائد برضو ما تنساش ان المباريات اللي اتلعبت معظمها مع فرق مقدور عليها اللي قبل كده حتى الماتشات الوديه كانت مع فرق كبيره بس ماتشات وديه واخده الشكل اللي هو ايه الودي. التجريبي والودي واللي هو استعدادي غير الرسمي والقتال غير الرسمي والكلام غير الرسمي خالص. فكل دي عوامل ساعدت على الكلام ده. زائد برضو انت نفسك لما بتيجي تلعب الماتشات اللي هي الوديه دي بتلعبها وانت خايف على نفسك كلعيب وانت كمسؤول خايف على لعيبتك وهكذا يعني. طيب حضرتك واحنا في الفاصل دردشت معايا شويه قلت لي احنا عندنا عيب في البطوله، عندنا فجوه كده قدام في نص الملعب والتسديدات ومنتخب الراس الاخضر بيتميز، وعندنا ميزه ممكن نستخدمها بكره امام الراس الاخضر. هو العيب في ان المساحه دي كلها تبقى فاضيه مع السرعات بتاعت الافارقه كويس، فدي لازم تتملي. عشان كده انا في اختياراتي لما جيت قلت لحضرتك مثلا ايه على مروان عطيه، مروان علشان مروان من النوع المتمركز نادر قوي لما تلاقيه جوه ال 18 كويس، فالتمركز بتاعه ده احنا محتاجينه بحيث ان هو يقابل اي حد ومعاه اتنين يقدروا يساعدوه ما يديش فرصه ان هم يشوطوا يعني. اه بالظبط كده، حته التسديد هم متميزين في الراس الاخضر في التسديد من خارج ال 18 التسديد او الاختراق، الاتنين دول عايزين واحد يقابل ومعاهم يبقى معاه واحد حسب الطرف اللي الكوره ناحيته، فامام يقدر يكمل وفي نفس الوقت بالنسبه لحمدي برضو يقدر يكمل. فدي احد اللي هي ايه العيوب اللي ممكن تتغطى بالشكل ده. احد اكبر المميزات لينا كلنا لما بنيجي نلعب اي فرقه افريقيه سواء انديه او منتخبات الكرات العرضيه. الكرات العرضيه هم الافارقه ما بيعرفوش يعني مش مميزين قوي في التمركز في الناحيه الدفاعيه. تلاقيهم ممكن عددهم كبير بس التمركز بتاعهم غلط. زائد ان اي اهداف النهارده لما تشوفها زي على سبيل المثال مثلا الكره اللي عمل فيها ضغط تريزيجيه على المدافع اضطر انه يرجعها ويكملها بالضغط مرموش وقدر ياخدها ويجيب الجول الاول كويس، والجول الثاني نفس الموضوع اتعمل عليه ضغط، فانت عملت ضغط جماعي في مساحات مهمه قوي. وانت عارف ان في احصائيه من زمان قوي موجوده 72% من الاهداف بتيجي نتيجه الاخطاء دي من الناحيه الدفاعيه في الثلث الاخير، عشان كده مفيش مجازفه المفروض تبقى موجوده او المجازفه تبقى قليله جدا 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 وفي اوقات معينه. فدول حاجات اللي نقدر دي بالذات نقدر نستغلها كويس قوي، خاصه ان انت عندك في عمر مثلا كمان لو لعب يعني وزيزو لو لعب ناحيه اليمين، الاثنين دول عندهم قدره والاوفرات بتاعتهم بتبقى كويسه قوي بالعرض. بس انا نفسي الاوفرات تبقى قويه ما تبقاش ضعيفه ما تبقاش معموله، لان حراس المرمى كلهم ما شاء الله طوال جدا والمدافعين كلهم طوال جدا، فانت لما بتعمل الاوفر او حتى اوفر واطي شويه نص كده او كره ارضيه زي بتاعت مصطفى محمد اللي خدها من تريزيجيه مثلا، الحاجات اللي زي دي هما ما بيعرفوش يقفوا، زائد ان الحركه بتاعت المهاجمين بتبقى اخطر لان المهاجم دايما بيبقى جاي في اتجاه مضاد للوقفه بتاعت المدافع، فدول المهمين قوي.